تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحسب الاتفاقية العقدة في بغداد بين جامعة البتراء وجامعة النهرين على اعتاب المؤتمر جامعات العربية الذي عقد في بغداد. فتم اليوم تفعيل هذه الاتفاقية بالبحوث المشتركة وأيضا تعزيز تبادل الخبرات وعملية النشر المشترك وكيفية ارتقاء بواقع الجامعتين من أجل تطوير البنى الأكاديمية في المستوى الذي يليق بجامعة النهرين وجامعة البتراء. وكل هذا يصب في مصلحة تطوير الواقع الخدمي والعلمي والمعرفي لجامعتنا العزيزة. اليوم كان عندنا لقاء مع المستوى المتقدم الأول من جامعة البتراء الأردنية بتوجيه من السيد رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز الشاوي. حضرنا معه لتفعيل موضوع اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، وإن شاء الله اتفقنا على وضع برنامج جاد وفاعل لبدء خطوات كيفية تفعيل الاتفاقية من حيث الأستاذ الزائر، من حيث برامج الدكتوراه والإشراف عليها والدراسات العليا يعني ماستر ودكتوراه، أيضا النشر العلمي، إجراء بحوث مشتركة، تنظيم مؤتمرات علمية مشتركة، وبما يصب في خدمة الجامعتين والعراق والأردن. طبعا علاقتنا مع الجانب الأردني علاقة طويلة جدا، وإحنا ماضين إن شاء الله في تفعيل وتوثيق هذا التعاون وباتجاه التعاون مع أكثر من جامعة أردنية لما به خير لجامعة النهرين.